معنا بنكون سعيدين جدا بمشاركاتكم وسماع اصواتكم على ارقام هواتفنا الظاهره على الشاشه. بدايه حلقتنا خلينا نوقف مع هذا البريك وهذا الفاصل ونرجع لكم ونكمل ونشوف مواضيع حلقتنا لليوم. وتمضوا وقت سعيد ايضا برفقتنا في برنامج استراحه الظهيره لهذا المساء. طبعا مشاهدينا الكرام اليوم الاجواء مثل ما انتم ملاحظين انه راح تكون حاره خصوصا في من الساعه تحديدا 1 ظهرا للساعه 3 راح تكون اجواء نوعا ما صافيه، الشمس راح تكون ساطعه والرياح راح تكون خفيفه معتدله السرعه ونشطه ومثيره للغبار احيانا. طبعا درجات الحراره اليوم راح تكون شوي ابرد مما كانت عليه في الاسبوع الماضي، في البصرة رح توصل تقريبا ل 48 درجة مئوية، في بغداد 45 درجة مئوية، أيضا في السماوة 47 درجة، في كربلاء 45، ذي قار 48، في النجف 46 درجة، وفي كركوك 44 درجة مئوية، في الموصل 43 درجة مئوية، وفي بابل 45 درجة مئوية، يعني أجواء صيفية نوعا ما، وأيضا رح تكون قريبة فيها درجات الحرارة من المعتدلة، فعلشان هيك احنا اتمنى انه انتم يعني تستمتعوا في اجواء الصيف وما تاخذوا دائما انه درجات الحراره مرتفعه هي انه عم بتعكر بعض المشاريع اللي ممكن تعملوها في نهار الصيف، يعني خصوصا بعد ساعات العصر ممكن تذهبوا للحدائق مع اطفالكم، ممكن تروحوا اكثر من مكان تجلسوا فيه في ساعات المساء، بتكون الاجواء ايضا صارت لطيفه وجميله. ايضا في جولتنا تحديدا في أخبارنا لليوم من العراق تحديدا بفقرة شاكو ماكو في عنا فيديو عن مجموعة من المتظاهرين، هذا الفيديو رح نتابعه بعدين رح نرجع نحكي فيه فخليكم معنا. طبعا هذا المقطع كان لمجموعة من المتظاهرين تحديدا في البصرة في أوقات الاحتجاجات الأخيرة اللي حدثت في الأيام الماضية، بعض التظاهرات اللي كانت في على العديد من المحافظات ليس في البصرة، تحديدا الاحتجاج على بعض أنواع الخدمات وأيضا البطالة التي في عموم محافظات العراق اللي يعاني منها العديد من الشباب. طبعا كان أنه التعليق أنه في استهجان من القوات الأمنية أنه كم تم فض هاي التظاهرات بطريقة جدا سلبية ومزعجة للآخرين. طبعا احنا بنتمنى انه دائما الامن والامان والاستقرار يعم في جميع محافظات العراق سواء في البصرة او في المحافظات، وايضا انه تكون هاي الاعتصامات والتظاهرات كلها بطرق سلمية منعبر عن ارائنا بكل خلينا نحكي حرية، وايضا بعيدا عن كل الطرق والوسائل اللي ممكن فعلا تضر بامن وايضا سلام المنطقة والمحافظة اللي احنا بنكون موجودين فيها. طبعا ايضا من الفيديوهات اللي تحديدا من العراق اللي لاقت رواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها العديد من الأشخاص هو أم عراقية كانت عم تنتظر ابنها في قاعة الامتحان في وسط لهيب الحر وأيضا ارتفاع درجات الحرارة أمام القاعة طول فترة الامتحان، صوروها بعض الأشخاص اللي كانوا قريبين من المدرسة وعم تنتظر ابنها لينتهي الامتحان، وأيضا كانت عم تدعي له طول فترة انتظارها. خلينا نتابع هذا الفيديو، وكمان نتمنى دائما انه كل الامهات اللي بيكونوا موجودين معنا وعم بيتابعونا في هاي الفتره ما ينسوا الطلاب وابنائهم وابناء الجميع من دعواتهم. خلينا نتابع وراجعين. الله يسعدك حجي. يعني هذا الفيديو تناقلوا العديد من الأشخاص حتى على الواتساب، وصل لي وصل العديد من الناس بيعبروا فيه عن جدا هيك شعورهم وتضامنهم مع هاي السيدة اللي بتدعي طول فترة الامتحان لابنها. احنا بنتمنى التوفيق للجميع، وأيضا قلوب الأمهات دائما مختلفة، دائما الأم قلبها مع ابنها بكل اللحظات اللي بمر فيها بحياته، فاحنا بنتمنى ربنا يطمن قلبها على ابنها وينجحه، وكمان كل الأمهات يكونوا سعيدين بنجاح أبنائهم. أيضا من الأخبار اللي داولوها العديد
من العراقيين تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر بيحمل عنوان جفاف العراق يكشف قصر الإمبراطورية الغامضة. تفاصيل الخبر بتحكي مشاهدينا بأنه كان لموجة الجفاف الحادة التي تضرب حاليا إقليم كردستان العراق فائدة هائلة لدى علماء الآثار، تمثلت في كشف النقاب عن قصر عتيق. التقرير الذي نشرته أمس شبكة CNN الإخبارية الأمريكية جاء الكشف بعد أن تسببت موجة الجفاف في انخفاض منسوب المياه شدة في خزان سد الموصل بالإقليم والذي يحتجز مياه نهر دجلة، وأيضا أدى انخفاض المنسوب بدوره إلى ظهور حطام الخزان الذي أغرى أعضاء الفريق الأثري الكردي الألماني المشترك الذي يتولى إجراء التنقيب عن الآثار في المنطقة بالحفر أسفل الحطام، فكان الاكتشاف الثمين. وقال عالم الآثار الكردي حسن أحمد قاسم في بيان صحفي صادر عن أعضاء الفريق، يعد هذا الكشف واحدا من أهم الاكتشافات الأثرية التي جرت بالمنطقة على مدى العقود الأخيرة. يعني دائما أنا بحكي شغلة واحدة بس بعلق على هذا الموضوع، لأنه الفكرة بتكون حاليا بأنه فكرة أنه كيف دائما الأثار أو خلينا نحكي حضارة العراق دائما ما بتنتهي بوقت معين، لا أنا بتخيل أنها على مدى الأيام والعصور هذه الحضارة وهذا الإرث العظيم التاريخي والأثري وأيضا من الآثار العظيمة والحضارات اللي سكنت على وتواجدت على أراضي العراق، أكيد شيء كفيل هذا الشيء أنه يوجد كل فترة وفترة معلم جديد أو خلينا نحكي مكان حضاري جديد وأثر من أثار الحضارات الماضية. طبعا دائما إحنا في جولتنا في الأخبار المنوعة أيضا بنسلط الضوء على أخبار منوعة من ليس من العراق، من حول العالم. طبعا في خبر أيضا أخبارنا دائما إحنا بنتناولها من مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيكون في عليها جدا إقبال وأيضا بتداولوها العديد من المتابعين. خبرنا التالي بيحكي عن خبر وفاة الفنان محمد أبو الوفاء. طبعا يوم أمس ضجت المواقع الإلكترونية وأيضا القنوات التلفزيونية بخبر وفاة الفنان المصري محمد أبو الوفاء بعد صراع طويل مع المرض بإحدى المستشفيات بمحافظة الفيوم. طبعا كان الفنان محمد أبو الوفاء تعرض لوعكة صحية شديدة منذ فترة دخل إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات، إلا أنه لقي حتفه صباح يوم أمس السبت. طبعا أبو الوفاء اللي ما بيعرفه أكيد صورته ظهر على الشاشة وهو فنان مصري قدير، بالإضافة أنه شارك من في الأعمال الفنية التي لاقت نجاحا كبيرا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها كان مسلسل يونس ولد فضة، شهادة ميلاد، ابن الحلال، وأهل كايرو وكلبش، وأيضا قانون عمر، وممنوع الاقتراب أو التصوير. كلها كانت مسلسلات أيضا متابعة جدا ولقت استحسان كبير، منها عرض في أشهر رمضان في المواسم الحالية والسابقة، لكن أيضا كان له متابعين وجمهور كبير. دائما كان يتميز بالدور الصعيدي، خلينا نحكي نقل الصعيد المصري في خلال مشاهد وأدوار تمثيلية جدا كبيرة. احنا بنتمنى له الرحمة وأيضا لذويه ولأهله الصبر والسلوان دائما. طبعا أيضا في أشياء أو في أخبار جولة جدا كبيرة اليوم رح تكون معنا في تحديدا المواضيع الصحية في جولاتنا بفقرة الصحة. تحديدا رح نحكي اليوم عن أفعال عديدة نعملها ممكن ما بننتبه عليها، تحديدا 5 أفعال بتسبب في زيادة الوزن اللي رح نتفاجأ فيه، أو خلينا نحكي الخبر تحديدا إنه بيحمل بند معين رح نتفاجأ فيه إنه إحنا بنعمله ممكن بطريقة غير ما ننتبه لها أو غير ما نلتبه لهذا الإجراء اللي بنعمله، وهو كمان بيسبب في زيادة الوزن. طبعا رغم ممارسة التمارين الرياضية وأيضا اتباع نظام غذائي صحي قد لا يتم التوصل إلى خسارة الوزن، ويرتبط هذا الأمر ببعض السلوكيات والعادات الصباحية غير المتوقعة، ومن تلك العادات هو النوم لوقت طويل. فقد أشار تحقيق نشرت نتائجه أن النوم لأكثر من 10 ساعات يوميا قد يساهم في زيادة مؤشر كتلة الجسم، ولهذا من الطبيعي أن ينصح الاختصاصيون بالنوم لمدة تتراوح من 7 إلى 9 ساعات لا أكثر ولا أقل. وأيضا أشارت دراسة أخرى نشرت نتائجها في الدورية نفسها إلى أن من مسببات زيادة الوزن هو الاستيقاظ في الصباح من دون فتح الستائر والنوافذ للسماح بدخول الضوء الطبيعي. يمكن هاي المعلومة ما أحد بيعرفها أو ممكن ما بتلتفت لها العديد من السيدات والأشخاص اللي بيسمعونا. أيضا السبب في ذلك أن الضوء يساعد على الاستيقاظ، يحفز عملية الأيض
ضوء الشمس الطبيعي بحفز عملية الأيض في الجسم، وأيضا هذا يكفي لمدة خلينا نحكي من 20 ل 30 دقيقة أنه إحنا نستنشق هواء نقي وضوء طبيعي من أشعة الشمس. أيضا وجد باحثون من الأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن الأشخاص الذين لا ينامون في أسرة مرتبة سابقا هي الأكثر عرضة لزيادة الوزن، وأيضا أفادوا بأن الأرتب يساعد على النوم الهادئ والذي يعتبر أيضا مفتاح للرشاقة. ممكن هذا ربطوه بالعامل النفسي وأيضا تأثرنا بالأشياء الموجودة حوالينا. أيضا من الأسباب الغير متوقعة لاكتساب الوزن عدم مراقبته وخصوصا في الصباح بحسب ما جاء في تقرير أصدره باحثون من جامعات كورنيل الأمريكية. يعني في ناس ما بتتابع وزنها أصلا، لازم كل يوم الصبح متخيل أنه إحنا نعمل تشيك على وزننا لحتى أي زيادة مثلا أنه أنت دائما تضل متابع، مو شرط يوميا، أنا بتخيل أنه لو مرة بالشهر هذا الشيء كافي لحتى ننتبه على صحتنا وغذائنا ونتبع، ما نضطر أنه نلجأ لحميات غذائية جدا معقدة وكبيرة. وأيضا إهمال وجبة الفطور، في ناس كتير بيهملوا وجبة الفطور اللي هي جزء أساسي من رشاقة الجسم والحفاظ على وزنه. يعني في ناس بتقولك من باب أنها تخفف وزن تهمل وجبة الفطور وبتتبع مثلا انها تشرب فنجان من القهوة او النسكافيه، فهذا الشيء بيأثر بانه بيخرب او بيخربط عملية الايض في الجسم، وما بيقدر كمان انه الجسم ياخذ خلينا نحكي ينشط عملية الحرق والايض في الجسم. فعلشان هيك انتبهوا على بعض الاجراءات والسلوكيات اللي بتعملوها في حياتكم، وكونوا دائما متبعين كل الانظمة والحماية والحمية الغذائية الصحية المعتدلة اللي لا بتضركم وايضا بتفيدكم وبتحصلوا على جسم صحي ورشيق. طبعا دائما بيحكولنا انه اللي بيهملوا وجبة الفطور ممكن يعرضوا انفسهم بانه السكر ينزل عندهم في الجسم، فبتلاقي مثلا اذا بتمر الساعة بتصير لوقت الغداء ممكن ما تناولوا وجبة الغداء، ممكن يشعروا ببعض الاعراض اللي بتنذر بهبوط السكر في الجسم، لكن هذه بتكون اعراض يعني عارضة، بتكون فقط ليوم واحد نتيجة انهم ما تناولوا ممكن وجبة الفطور او انهم قاموا بنشاط بدني جدا كبير. لكن في اعراض بتلازمنا في حياتنا بشكل يومي، ممكن تكون إشارات بتنذر بأن إنه هاي الأعراض ممكن تسبب عنا سكر خلينا نحكي أو هبوط في السكر في الدم. خلينا نتابع هذا الفيديو ونشوف هاي الأعراض مع بعض. ومن جديد رجعنا لكم مشاهدين الكرام، كملين معكم في حلقتنا لليوم من برنامج استراحة الظهيرة. طبعا في بداية الحلقة نوهت بأنه رح يكون معنا ضيفة مميزة لليوم، وهي أيضا صديقة لجمهور قناة سامراء، وأيضا يعني طلت إطلالات عديدة في برامج مختلفة من خلال شاشة قناة سامراء. ضيفتنا لليوم هي الطفلة الموهوبة رهف جواد عطية. أهلا وسهلا فيك رهف. أهلا فيك، نورتي اليوم بيتك الثاني قناة سامراء. يعني كل اللي بيتابعونا بيعرفوا رهف وبيعرفوا قديش هي قدمت برامج كتير حلوة ومميزة على شاشة قناة سامراء. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. وأول شيء كمان قبل ما نبدأ باللقاء بدي أبارك لك هذا التكريم اللي حصلتي عليه مؤخرا، اللي هو كان عن برنامج لغتنا العربية. لغتنا الجميلة. نعم، هو كان بيتحدث عن اللغة العربية تحديدا اللي انبث على شاشة قناة سامراء، وهذا التكريم كان من بين 100 شخصية خلينا نحكي خدمة اللغة العربية، وكانت رهف جواد عطية من خلال هذا البرنامج اللي انبث على شاشة قناة سامراء من المكرمين. فمبارك هذا التكريم لك يا رهف. شكرا لك. ان شاء الله يعني بتخيل انه السيره الذاتيه لرهف كبيره والكل اللي بيتابعوك بيعرفوا مين هي رهف جواد عطيه، لكن انا حابه تحكي لنا هيك لمحه عن رهف. اول شيء رهف، انت هلا يعني بالاجازه الصيفيه لاي صف طالعه؟ اول ثانوي. ما شاء الله، اول ثانوي. ان شاء الله يا رب هيك بنشوفك من المتميزين والناجحين بالثانويه كمان، وبتكوني في مرحله بالجامعه متميزه جدا. بدايات رهف، يعني اليوم نحكي عن رهف شخصيا، اول ما بلشت رهف، انتي انا بعرف انه انتي بتكتبي شعر وعندك دواوين شعر كمان، اول ما بلشتي تكتبي مين اكتشف فيكي هاي الموهبه وفي اي عمر تحديدا كانت؟ كان وقتها كنا بالصف الرابع. تمام. وكان في عنا احتفال بالمدرسه بمناسبه عيد الاستقلال. تمام. فمدرستي طلبوا انه اي طالب بحب يشارك في هذا الاحتفال يجي يورجي الاداره شو عنده فقرات وراح نخليه يشارك. تمام. فوقتها كنت كاتبه قصيده واحده بس، أو كتبتها عشان الاحتفال بالأحرى. تمام. فشاركت بهذا الاحتفال، ومن هداك اليوم كل اللي كانوا حاضرين هذا الاحتفال
بالمدرسة خلوني أشارك في احتفالات تانية، وهيك أها. بلشت رهاف. كل ما أحضر احتفال ينادوني الناس اللي حاضرين هذا الاحتفال لأكون باحتفالات تانية، إلى أنه إجا اليوم اللي تواصلت مع إحدى القنوات الفضائية اللي عرضوا علي إني أبدأ أقدم برنامج، تمام. فقمت بتقديم برنامج واستمريت فيه شهور طويلة لهذا البرنامج. هذا الشيء كان بفترة انت بالمدرسة، يعني انه كنت كنت صف كمان خامس. تقدمي برامج تلفزيونية وانت بصف خامس، وايضا كمان عندك دراسة في المدرسة، اوقات دوام في المدرسة. بعدين لما انهيت برنامجي الاول، عملت بعدها بعدد كبير من القنوات كانوا بنفس الوقت اعمل فيهم، تمام. ومنهم كانت قناة سامراء. قناة سامراء اللي قدمت فيها برنامج لغتنا الجميلة، هو احد البرامج عفوا اللي قدمتها بقناة سامراء، نعم. كان لغتنا الجميلة، وكان هذا البرنامج يهدف الى تعليم اللغة العربية. هذه بأي سنة كان لغتنا الجميلة تحديدا؟ اتوقع كنت وقتها خامس سادس كنت اشي زي خامس هيك. سادس يعني. بس انا ما شاء الله، انا امبارح بتفرج على مقطع بعثت لي اياه وبتفرج على اليوتيوب، ما شاء الله لك برامج عديدة واسم رهف لامع في بالسوشيال ميديا وباليوتيوب تحديدا، فبتفرج بقول ما شاء الله، يعني قد ايه لغتك متمكنة رهف. يعني لما بنحكي رهف انها شاعرة وهي بهذا العمر، لا اكيد في عندها مقومات ساعدتها انها تكون شاعرة متميزة، يعني اكيد اللي بده يدخل في الادب وايضا الشعر في بحوره بده يكون متقن اللغة العربية. فرهف انا لاحظت انه انت متقنة تماما للغة العربية، مين اللي ساعد بهذا الشيء؟ هل انت يعني بالمدرسة، خلينا نحكي، كان في جهد من البيت، كان في جهد لتقوية رهف باللغة العربية لتظهر ميولها أيضا الشعرية؟ لا اكيد اكيد ما بنسى دعم مدرستي، وهلا نعم حاليا انا بدرس بمنحه دراسيه في مدارس لؤلؤ الطارق. نعم اكيد ما بنسى فضل مدرستي واهلي، بس السبب الوحيد اول شيء انا بعد ما اتممت حفظي للقران الكريم، ما كان شاء الله. القران الكريم يعني سبب مباشر باني اتقن اللغه العربيه. بعدها توجهت للقراءه، كنت اقرا اي كتاب بشوفه كنت اقراه، فتمكنت من اللغه. ما شاء الله عليكي رهف، انت هلا متمه تماما لحفظ القران الكريم كله كامل؟ اتممته قبل سنتين. ما شاء الله ما شاء الله عليكي، يعني القران الكريم ما شاء الله، يعني نيال والديك فيكي ما شاء الله، يعني حافظه للقران الكريم، مجتهده في دراستك في المدرسه، ايضا شاعره متميزه، اعلاميه صغيره انا بسميكي، اللي بتظهر في برامج تلفزيونيه جدا بتحقق، يعني فيها هدف وفيها رساله للاطفال اللي بعمرك، خلينا نحكي والفتيات، خلينا نحكي هلا الشابات اللي انت دخلتي هلا في مرحله بتخيل اكبر شوي من انه البرامج اللي كنت تقدميها زمان، يعني بتخيل انه رهف بعمرك قادرة كتير تأثري على جيل من المراهقين وتسيطري عليهم في برامج تلفزيونية جدا جميلة. أكيد. وخليني كمان أذكر شغلة، إنه في إحدى القنوات اللي كنت أشتغل فيها ارتديت الحجاب على الهواء مباشرة، تمام. وكنت عاملة صفحة قبلها، فتحجبوا معي عدد كبير وصل ل 250 بنت، ما شاء الله. فكل هدول عملنا حملة وتحجبنا مع بعض، وتحجبت أنا على الهواء مباشرة ما أمام شاء كل الله الناس. عليكي. يعني الحمد لله اني قدرت اني اوصل رسالتي من خلال الاعلام. نعم جميل جدا. طب الجائزه اللي اخذتيها مؤخرا اللي كان تكريمها الاسبوع الماضي بتخيل، انه ايش تفاصيل هاي الجائزه؟ مين الشركه اللي كانت الداعمه لهذا الموضوع؟ مين خلينا نحكي الجهات اللي روجت لهاي الجائزه؟ وكيف تم الاختيار عليكي ووقع في هاي الجائزه تحديدا؟ تمام. بالبدايه كان في، بتعرفي الساحه الان اغلبها بتتحدث عن التركيز على اللغه العربيه. نعم. فشفت انه ملتقى ايترن كان عامل تكريم ل100 شخصيه عربيه، او 100 شخصيه ساهمت في نشر العربيه. نعم. فقدمت من خلال برنامج لغتنا الجميله لهذا الملتقى، وتكرمت انا عن الاردن بتكريم الشهاده وال ما شاء الله عليكي، يعني طبعا بس بيكفي اني انا تكرمت كخادمه للغه العربيه. جميل جميل، هذا الشيء جدا رائع ما شاء الله، يعني سعادة الطالبة والله تستحق يا رهف ما شاء الله عليك. يعني هذا التكريم وهذا خلينا نحكي الجائزة وهذا الاسم اللي بتحمله جدا الكبير، بتخيل انه اعطت رهف دافع جدا اكبر ومسؤولية اكبر، يعني احنا لما نتكرم بتكريمات جدا كبيرة تعطينا من جوا شعور انه احنا مسؤولين اكثر، الان علينا العيون مفتحة اكثر لما بنحكوها. ايش اعطى دافع لرهف؟ ايش بتفكر رهف هلا؟ انت عندك ما شاء الله ديوانين شعر، وحسيت انه انت عم بتفكري بالثالث كمان انه تكوني ما شاء الله عليكي، بس ايش اللي هذا الشيء الشهادة اعطت دعم لرهف انها تكون خلينا نحكي بالايام القادمة؟
معهم هلأ. أنا المسؤولية طبعا بعد من هذا الاحتفال اللي كان برعاية مستشار جلالة الملك مهندس سعد هايل سرور. نعم. كان هذا الاحتفال أو بعد ما تكرمت كشخصية خدمت اللغة العربية، ما بستطيع الآن أني أصدر أي تصرف بيكون ضد اللغة العربية. فممكن أنه زي ما إحنا بنفتخر بأنه بنحفظ أو بنتقن لغات عديدة، نقدر نفتخر كمان أنه إحنا أهل اللغة العربية. جميل. فاللغة العربية هي لغة، أول إشي هي لغة القرآن، ويكفينا فخرا إنه هاي اللغة هي لغة القرآن. فأنا أتشرف بأني أكون خادمة لهاي اللغة العريقة. يعني عليكي كلام كبير، ما شاء الله عليكي. طيب احكي لي رهف، يعني هلا الشعر هو جزء، خلينا نحكي من رهف، يعني انت من الصف الخامس تقريبا قلتي لي لما كتبتي اول قصيده، وهلا ما شاء الله انت طالعه على الصف الحادي عشر الاول ثانوي، وانت عندك ديوانين شعر وبتحضري للديوان الثالث. خلينا نحكي الشعر وايضا البرامج التلفزيونيه، هاي جزء ايضا من هوايات خلينا نحكي رهف، او سخرت من خلال وسيله البرامج التلفزيونيه بانها تروج مثلا حكينا او تخدم اللغه العربيه، خلينا نحكي زي ما انت وصفتي المصطلح. بس بتخيل انه كمان في جزء لرهف خاص، يعني مثلا انت بتحلمي انه بعد مثلا ضايلك سنه لتوصلي التوجيهي انه تدخلي الجامعه بتخصص انت جامعي حابه تبني نفسك فيه وتوجدي نفسك. رهف ايش بتفكر؟ رح تدرس تخصص قريب رح يكون من ميولها وهواياتها كشعر وتقديم برامج تلفزيونية، أو رح يكون مختلف تماما عن هذا الشيء؟ فعلا أنا كان طموحي في البداية أني أدرس القانون وبالأخص القانون الدولي. نعم. ولكن بعد ذلك لما وصلت للمرحلة اللي هي 9 و10 اكتشفت فيه أني أنا كتير بحب اللغة العربية. فقررت أني يعني أغير طموحي وأدرس الأدب العربي. فأنا كتير بحب أني أعرف المبارزات الشعرية اللي كانت تصير، بحب أعرف، بحب أقرأ كثير الشعر الجاهلي. هذا الإشي خلاني أتوجه لدراسة الأدب العربي. جميل، حلو. يعني هذا الشيء بتخيل رح يخدم أيضا الميول اللي عندك رح يغذيها أكثر، يعني بحور الشعر كبيرة وأيضا هو عالم، فأنا بتخيل إذا أنت درستي رح تبدعي فيه. طب إيش المجال اللي رح تتوجهي له في حال الله كريم إن شاء الله ويسر أمور خلينا نحكي دراسة اللغة العربية أو أدب اللغة العربية؟ رهف إيش وين بتوجد نفسها مستقبلا؟ إيش طموح رهف وأحلامها؟ أنا بدي أدخل بالأحلام شوي رهف. أوكي، أول إشي أنا قررت أني أدرس الأدب العربي، وبعدها رح أنتقل لأني أزرع بذرة حب اللغة العربية في قلب كل إنسان، أو في قلب خلينا نحكي الناس الصغار اللي هم لساتهم ما تشكلوا ما تكونوا. كتير كنت حابة أني أنتقل لتدريس اللغة العربية إن كان في المدارس أو في الجامعات، وخصوصي أنه قصة نجاح رهف عطية رح تنحط في المناهج الأردنية أو منهاج خلينا نحكي الصف السابع بالأردن. ما شاء الله. بعد ما أنه أنا عرفت هذا الإشي أكيد برضو حبيت أني أنتقل للتدريس. فكم من الجميل أنك تكون بتحب إشي وتوزع حبه على اللي قدامك. جميل. فأنا بعرف كتير ناس، وكتير حتى أنا يعني اللي بالمدرسة بعرفهم بتذمروا من اللغة العربية ومن صعوبتها. هي صعبة صحيح، مش سهلة يعني. يعني بتخيل أنه بنت في عمرك بتحب اللغة العربية، هذا كمان إشي كتير حلو. يعني هذا يعني اكيد انت عم بتطالعي علشان هيك انه حاب الشيء، لانه الانسان اللي بيكون فاهم الشيء بحبه اكيد. لكن رهف يعني بتخيل انه موضوع الانسان انه يكون لامع من صغر، او خلينا نحكي انه يكون يوصل لمراحل متقدمه اكبر من عمره، يعني انت ما شاء الله عليكي واصله، حتى معك شهاده دكتوراه فخريه كمان، والسي في تبعتك ما شاء الله يعني مشرفه جدا واكبر بكثير من عمرك. هذا الشيء اكيد في ايدين تدعم من وراء هذا الشيء داخل البيت، والدك ووالدتك شو الدعم اللي قدموا لك اياه؟ اكيد ما بنسى دعم والدي ووالدتي، خصوصا اني بالامس حصلت على الدكتوراه الفخريه الرابعه. نعم. فانه حصلت على 4 شهادات دكتوراه فخريه، وهذا اكيد ما بنسى دعم والدي ووالدتي اللي هم كانوا اصلا السبب الرئيسي. فلو ما كانت ماما تساعدني بكل شيء، وما كان بابا واقف بظهري. نعم. وبابا كان يكون معي باي مكان كنت اروح عليه، فلولا ماما وبابا. هو موجود معك اليوم، نوجه له تحيه واهلا وسهلا. يعني دائما ايد اللي بتدعم من بينه واضحه وبكون نتائجها واضحه، فاحنا بنتمنى ربنا يفرحهم فيكي كمان وكمان رهف. شكرا لك. طبعا رهف يعني بعد مرحله خلينا نحكي الديوان الثاني، هلا انت عم بتحضري لديوان شعر ثالث، متى رح يبصر النور هذا الديوان؟
هلا حاليا انا اصدرت ديوان الاول اللي هو كان ديوان انا اردنيه، تمام. جمعت فيه كل الكتابات اللي كتبتها من بدايتي. هذا رهف وانت في مراحل الاساسي الصغيره صح كانت؟ يعني بالصف الخامس و هذا الديوان انطبع جديد، بس هو كان فيه قصائد اللي انكتبت من البدايه. البدايه نعم. بعدها كتبت ديوان او ديوان الثاني اللي هو ديوان بنت فلسطين. هذا الديوان اللي طبعا كله قصائد لفلسطين ولا هو لا منوع؟ لا هو منوع الاسم بس بس فقط. الاسم، لانه حبيت يكون الاول انا اردنيه باسم اول قصيده كتبتها، والثاني اللي هو بنت فلسطين لانه انا اردنيه واصلي فلسطين. طب حابين نسمع شيء من شعرك رهف، ايش هيك انت عن جد يعني بتحبيه قريب لقلبك، حابه تسمعينا انا اردنيه او اي قصيده انت بتحبيها قريبه من قلب رهف؟ تمام. هلا بالبدايه راح احكي قصيده للعراق بس بنهايه المقابله. نعم. هلا في البدايه إذ لم يفهم بعضهم كيف لطفلة مثلي قبل أوانها أن تكبر فتحمل هم قضية بدل اللعب بين أشتال الفل والزعتر، لم يفهموا أن أطفالنا رجال وبناتنا تبدو أكبر وقضيتنا كبيرة يا قوم، فكيف لحاملها بقلبه أن يبدو أصغر. هاي القصيدة اللي راح أحكيها الآن هي بالفلسطينية المحكية. نعم. مركت جنبي وقالت لي يا لابسة الثوب أنت منين؟ الحلا فيكي رباني حتى حمرت الخدود وكحل العين صغيرة لكن بجبهتك باين وجع وتعب وآهات سنين، قولي يا بنت والله انه كفت غصب عني تعرف انت مين، وما رح احسدك لا تخافي صدقي صليت على النبي وكريت الفاتحة لو صلت لولا الضالين امين، يا بنت شو هالقوة بعيونك مثل السكر تلمع ولكنك ما تخافين. سكتت لحظة وكلت يا الخالة تتمسي بالخير والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين، أنا اسمي رهف عطية واسمعي كلامي كويس تراني ما أقول إلا الكلام الرزين، عشت على خراريف ستي يوم كانت تحلم بالعودة لأرض الزيتون والتين، وتخرفنا عن ثواب العروس كيف تتجهز لها على مكاس أكبر صبية بالبلد من عمرها 3 سنين، وعن الجرة يوم تعبي من البير وتاكل كتلة لو تأخرت بالطريق دكايك تقول كانها متأخرة ليوم الدين، تربيت ونسمعهم كيف طلعوا وكانوا راجعين بكرة أو اللي بعده وخذهم العمر مهجرين مرمطين صلهم سنين، تربيت ونسمع عن الرملة والتينة والنعاني وقصص سلوان وصفض وبيت جبرين، وانا ادوك المفتول ويقولوا ما هوش مثل مفتول بلادنا سك الله زيتنا وزيتوننا وبياراتنا يا مسلمين، ويقولوا يوم نقعد بأحلى الأماكن ياك شيلة على اليوم لو نقعد بحوشنا والياسمين والزنبك حوالينا وشتل الرياحين، تربيت ونسمع الأوف واليويا والميجنا ولكنهم أحلى من شغل كل الملحنين، وحتى المسبات حتى المسبات كان الكرد فيها من ذكر كتير، كرد يذمك كرد يشيلك كرد يشربك ول هو فش غير الكرد عندكم، حركتوا راس ابوي الفلسطينيين انا اللي تربيت انام على قصص ما تحلى الناس غير لما نسمعها، الغولة اللي مخوفة كل البلد قصص مين سرك الغنمات يا حزين، تربيت ونسمع عن حلم العودة وست مجهزة اواعيها ببوكجة وكل ما أكلها صفطيهم بالخزانة تقول لي عزا يا بنت ما احنا بكرة راجعين، أنا اللي تربيت شايفة أرض جدودي بالصور وما نملك منها الحين غير كم ورقة بنسميهم كواشين، أنا اليوم تتغندر تلبس ثوب فلاحي وببلادنا يا خالة الثواب لبس الأميرات وبنات السلاطين، والزينة ببلدنا كحل عربي بمكحل نحاس ويوم تتكحل الصبية يكمل فيها الحلا ويكمل الزين، بلدنا نطرز يا خالة ونشتغل بالصوف وكل من شاف شغلنا يقول ريتها تعيش وتسلم هالإيدين، بلدنا تفخر البنات برجالها والزلمة إله كدره ويوم يدخل الدار تنباس إيده وتنحط على الراس فوق الجبين، رجل كلمته مسموعة ببيته وإيش ما كان كلمته أبدا ما تصير تنتين، يحترموا الصغير والكبير بوجوده ما يعلى الصوت وما يتكتر الكلام وما ترتفع فيه العين، ببلدنا لو حد التفت لبنت بالطريق تقول لك كبرت عزك والله لو لمحوك أهلي ليقطعوك 50 شكفة مو شكفتين، ببلدنا البنت فلاحة لكنها كد حالها كوية يا ويلي اللي يكرمي لها تقول له يحرك راس أبوك ينكلع لفتح راسك بهالفاس فاس الحطابين، طولت عليك يا خالة لكن انت سألتيني حابة اقول لك شو قصتي وانا مين، انا رهف ما عاشت في بلادها لكن بلادها عاشت فيها وتغلغلت بروحها حرة شامخة اصيلة من فلسطين. شكرا.
يا عيني عليكي، يا عيني عليكي وعلى بنات فلسطين اللي انت منهم يا رهف، ما شاء الله عليكي، شو كلماتك حلوة. وايضا يعني انا نقلتيني، انا صرت هلا فلسطين وعم بسمع الرواية وشو عم بيصير، وكنت كتير مندمجة معك، ما شاء الله عليكي رهف. بس يعني هذا الشعر بتخيله، والقصص اللي انت في بالك، يعني احنا مثلا ما كل الجيل اللي حالي والجيل كمان اللي قبله، يمكن الموجودين في الاردن ما عاشوا بفلسطين، مين اللي بيقول لك هاي الروايات والاحداث اللي بتصير؟ وخلينا نحكي واللهجه اللي صح، يعني مثلا انه خلينا نحكي ستك كانت عن جد عم تقعد معك عم تحكي لك هاي القصص، ولا هو واقع شعري انت عم بتعيشي حالي خلينا نحكي من خيال؟ لا هي طبعا مش خيال، هي تيتا كانت تحكي لأولادها، وأولادها اللي هم بابا وماما كانوا يحكوا لي دايما هذا الحكي. بالإضافة لأني بحب أسمع خراف النسوان الكبار عن الخراف، عشان بيحكوا نوضح للعراقيين إيش هو الخراف، يعني القصص إنه والسواليف تكون احنا وحدة بنحكي كبيرة عاشت يسولف. هذيك الأيام، تكون يعني مرة كبيرة عاشت هذيك الأيام يحكي ذكرياتها خلينا نحكي. وبتحكيها. فكتير كنت أحب إني أستمع للبرامج اللي بيكون مثلا مذيع بيحكي مع الحجة اللي كانت عايشة من أيام الهجرة، من أيام حلو. 48 و67، ونقلتها تنقلها للعالم. فهذا الإشي خلاني شوي إنه يكون عندي أفكار أكتر. جميل جميل جدا يا رهف. طبعا رهف هلا انت يعني في مرحله الاستعداد للثانويه العامه، اللي هي مرحله يعني الكل بيعرف انها هي مرحله مصيريه بتنتقل فيها الطالب للجامعه، بتتطلب جهد كتير ودراسه، لانها اصلا يعني بتكون مرتبطه مصيرها في وزاره التربيه والتعليم مش من المدرسه ذاتها. رهف بهاي الفتره رح تقطع خلينا نحكي الشعر، ولا رح تكون مثلا انه لا رح تبلش تساعد لهي المرحله لتوصل للجامعه، بعدها رح تستمر في كتابه ديوانها الشعري؟ تمام، هلا هو ما في شيء انه نقطع بالمره. هلا مرحله الثانويه العامه هي صح مرحله صعبه، نعم. بس وبتتطلب جهد كبير، بس برضه هاي المرحله انه بتقدر انك بمجرد جدول صغير، بمجرد هيك يعني انك تظبط وقتك ايش بدك تعمل فيه، صحيح. رح تمضي هاي المرحله. هلا انا ما رح اتوقف تماما بهاي المرحله، بس رح يخف نشاطي كتير عشان اتفرغ برضه لدراسه الثانوية. حلو، وممكن الكتابة تكون هي كتابة الشعر فسحة أو بريك هيك صغير نعمله لنطلع من جو الدراسة وضغوط الدراسة. ممكن ممكن. أنا بتمنى لك كل التوفيق رهف، ما شاء الله عليك نورتينا اليوم باستديو استراحة الظهيرة، وأيضا بنبارك لك مرة ثانية هذا التكريم وهذا التميز، بنهنئ والديك كمان فيكي، ما شاء الله عليك، أنت مثال أنا بعتبره قدوة حسنة لكل اللي من جيلك، يعني بالعكس حلو الإنسان يسطر نجاحات من بداية حياته. أنا بتخيل الشغف الطموح والشغف والنجاح هو شغف عندك داخلي ما رح يتوقف طول العمر. كل التوفيق رهف. شكرا. بس قبل ما نختم معك حكيتي لي بدك تسمعينا إشي لبغداد أوكي، أو للعراق بشكل عام، تمام. خلينا نسمعها منك قبل ما ننهي هذا اللقاء الجميل. تمام، قبل ما ننهي بحب أوجه تحية أكيد للدكتورة بسمة اللي هي كانت هي اللي دعتني لهذا التكريم الرائع، وبوجه تحية لمديرة مدرستي الدكتورة فاطمة أبو حمدة على دعمها إلي. أما القصيدة اللي بدي أحكيها للعراق فهي قصيدة كتبتها من فترة طويلة لما كنت أشتغل في كادر قناة سامر راء. يلا إحنا مجهزين نسمع. جيتك والله أنا مشتاق، حامل قليب اللي ملياه الأشواق، ترى اللي يخبرك ما يقدر على بعدك، يتعلق بيك ويصعب عليه الفراق، يرضي الأدب والذوق والفن، كم حمل شعبك من كتب وأوراق، والصغير قبل الكبير فيكم مثقف وعالم وللفن ذواق، فديت العراق وهلها والله ترى، كل صبي ورجل فيهم للخير سباق، مجبولين بالطيب والكرم والجود، مرفوعين الراس طويلين الأعناق، وشو ما حكيت والله قليل بوصفهم، أهل الكرم والجود عشاق الأدب أهل العراق. يا عيني عليكي، شكرا لك رهف جواد عطية على هذا الكلام الجميل وهذا الشعر الرائع وهي الروح الرائعة وهذا الإنجاز اللي احنا بنفتخر فيكي وبنبارك فيه دائما فيه لكل اللي من أمثالك، بنتمنى يكونوا مثلك وبيحملوا هذا الفكر وهذا أيضا النجاح والشغف الداخلي. نتمنى لك التوفيق في أيامك الجاية ونشوف ديوانك الثالث على خير يا رب بأسرع وقت وأقرب وقت. شكرا لك مرة ثانية رهف، نورتينا باستديو استراحة الظهيرة. شكرا لك. اهلا وسهلا. ايضا مشاهدينا الكرام احنا مكملين معكم بعد هذه القصه الجميله مع رهف جواد عطيه، وقصه نجاح ايضا لشابه موهوبه منذ الطفوله. فاحنا اكيد مشاهدينا الكرام مستمرين معكم باخر فقره من فقرات برنامجنا لليوم، خلينا نروح نشوف مين ضيفنا في الزمن الجميل وراجعين.
يعني لضيق الوقت كان بودنا نسمع أكثر من هذا الصوت الجميل، مهند محسن، صوت عراقي جميل أصيل. نتمنى دائما يعني بالحلقات القادمة هيك إن شاء الله رح يكون في لنا أيضا وقفات غنائية ثانية مع مهند محسن. كل الشكر للي تابعونا اليوم بحلقة استراحة الظهيرة، كانت حلقة مميزة جدا بمتابعتكم وبفقرتها وأيضا بضيفتنا المميزة. على يوم غد رح نلقاكم بحلقة مليانة بفقرات منوعة. كل الشكر لكادر برنامج استراحة الظهيرة والمخرج محمد جلال، وأيضا مني أنا آيات العزاب. أشوفكم بكرة على خير بحلقة جديدة بإذن الله.